اتفضلي. ها Vous préférez la ville ou la campagne? Et dites pourquoi. يبقى كويس. أنا هنا هبتدي أعمل زي comparison. Vous préférez la ville ou la campagne? Et dites pourquoi. عندي aimer, connaître, se balader, sport, cinéma. Aimer, نقولهم تاني. Aimer, connaître, Connaître. se balader. Se balader. عندي كده trois verbes. Sport, وبعدين سبور. cinéma. وبعدين سينما. بس كده. يبقى عندنا أول مرة يحصل إن يكون عندنا تخوا trois فيربا، verbes. وده وارد، يعني ده وارد مفيش منه مشكلة ده إن سهل أنت عليه، تلاقي، ده وده سهل هيبقى سهل عليه، عليه جدا. أسهل من المجيب سهل كتير مو. جدا إن هو يصرف الفيرب ويكمل بأي كومبليمون، أي يبقى كده كومبليمنت. فكرته كملت. تمام. بس المهم يصرف الفيرب طبعا مظبوط عشان ياخد الدرجة. طيب نبدأ بالموضوع زي ما احنا متعودين. ايه رأيك نبدأ بسالي؟ داكور. Je préfère vivre بس مثلا برافو. dans هو une بيديله بيديله ايه بيدي بيسأله سؤال، انت بتفضل الكومباني ولا بتفضل الفيلا؟ الفيل، هنا هيحدد هيحدد. طب واحدة فيهم. سؤال، نشوف الكلمات بتاعتنا الخمس كلمات دول ماشيين مع مين اكتر. هي ايمي، كونيتر، سو بالادي، سبور، سينما، سينما. هتبقى فيل، خلاص. هتبقى فيل. يبقى هي عرفت انها فيلا. تمام. هقول جو، هقول قبل ما اقول انا مثلا بفضل، في جمله افتتاحيه اتفقنا ان احنا هنجيبها من منين؟ من من الكونسيني. الكونسيني بروفيت. الكونسيني بيقول ايه تمام. عندنا؟ Vous préférez la ville ou la campagne? Et dites كويس pourquoi. خلاص، يبقى هي ما عندناش حل تاني ان هو تمام. لازم يقول جو. Je préfère. جو بريفير. Je préfère. Vivre dans la ville Je ou préfère la ville. la ville. ماشي كده، احنا عملنا الجملة الأولانية. الأولانية. Je préfère la ville. تمام. ليه بقى؟ لازم يبرر. هيقول parce que. طالما هيقول parce que يبقى ما يحطش نو اي فيرجول. ديت بوركوا. أيوة تمام، يبقى parce que. يبقى ما هو لازم عشان يعمل التبرير بتاعه، ما هو لازم قبل ما يقول الكلمات لازم يقول parce que. أولاً Je préfère la ville parce que. ونقول أول كلمة عندي مطلوب ايمي. امي أقول جيم، ما باسكو جيم. جام. باسكو جيم. يبقى كده فيرب ايمي أول كلمة عندنا. تمام. ودي عندنا أول جملة، الجملة رقم واحد من المطلوبة من المطلوبين اللي هما الجملتين الزيادة. طيب جيم ايه في عندي الفيلا؟ اكتر من حاجه، كتير عندي قوي. جام لابروي، جام لي ريز انيمي، ممكن لي ريز انيمي كذا حاجه. احنا عايزين نقول له ايه، نخلي يعني حاجه يكون حاببها تكون بسيطه في المنهج بتاعه. مثلا نقول ايه، مثلا جيم سورتير افيك ميزامي. ممكن طبعا في الكومباني مش ده مش مش متاح. متاح قوي. لا بس بسيط بسيط جدا بسيط. يعني. طيب. لكن هنا ممكن يقول بحب اعمل شوبينج، فالشوبينج ده بيبقى هي جام. متوفر في جام الفيل. سورتير افيك ميز امي pour faire des shopping. بور ريغاردي او ماجازان بور فوار دي نخليها ماجازان. جملة بسيطة، نخليها تمام. جملة. يبقى نقول ايه بقى، جيم مثلا سورتير. سورتير. خلاص جيم سورتير او سنتر فيل. ايه رأيك في الجملة دي؟ حلوة. سنتر فيل كويس. سنتر فيل يعني في وسط البلد. تمام. يبقى احنا كده عملنا الجملة الأولانية، جيم سورتير او سورتير سنتر او سنتر فيل. فيل. بعد كده فيرب كونيتر. اقول ايه؟ ممكن اقول لو كرر جيم مفيش مشاكل، لو كرر الفيرب خلاص ايميل قالت أول مرة عايز يعني نكررها. لو ماشي. كررها مش هيعتبر تكرار لسبب. ليه؟ لانه اللي بيتحسب تكرار اللي هو الفعل الاصلي زي فيرب سورتير كده، تمام. ده يتحسب تكرار. لكن جيم كررها براحتك مفيش مشكله، طول ما انت هتكرر مش هتكرر الفيرب التاني. هقول جيم ايه، جيم كونيتر. ها جيم كونيتر، انا بحب اعرف. داكور. طب ايه رايك لما يقول مثلا يعرف اصدقاء جدد؟ ما هو ده هيعرفهم ايه؟ هيعرفهم من ان هو نزوله مع الاصحاب. دي نوفو. ايوه دو نوفو زامي. يبقى ممكن. ممكن اقول جيم كونيتر دو، وممكن بلاش دو نوفو زامي، ممكن يقول جيم هو فيرب المطلوب منه فيرب كونيتر. يبقى جيم كونيتر دو نوفو ريستوران مثلا. دو نوفو، هل انتوا حافظين فيرب نوفو ادجكتيف نوفو اللي هو الجديد؟ اكيد، ده حاجه كلكم عارفينها، ده تمام. سهله قوي.
اللي هي كلمة جديد. عندنا نوفو مجموعة بالإكس أهي، لكن الفيمينا بتاعها نوفيل. نوفيل. أنا بفكركم طبعا. وبعدين الدو اللي هي ديت ما تجمعوهاش طالما هيبقى فيه صفة وموصوف جنب بعض، وده موجود عندكم في المنهج خدوا بالكم. يبقى دو نوفو ريستوران، ريستوران. ونشوف محمد من أسوان يقول لنا الجملة اللي جاية. معلش هو الخط اتقطع، يرجع يتواصل طيب. معانا مرة تانية. هنجيب كلمة أو فيرب سو بالادي. هنجيب فيرب سو بالادي. يبقى إذا الجملة دي خلصت، أقول جيم كونيتر دو نوفو ريستوران فيها إس، عشان كده الجملة كده تبقى انتهت. وكلمة كونيتر أو فيرب كونيتر كده خلاص. بعد كده عندي سو بلدي. ممكن اقول جام مو بلدي، ناخد بالنا من الحاجة. خلاص ام اتكررت مرتين، جام بلد نشوف حاجه تانية مثلا. جام بلد او سونتر فيل زي ما حضرتك كنت. تمام. اقول جو اصرف فيرب بس سو بلدي معايا. جو مو بلد، بلد، بلد اهي. داكور. هو هنا سورتير او سونتر فيل، بس ما قلناش افيك مي زامي، يبقى نقولها هنا بقى. ماشي. يبقى جو me balade avec mes amis. Mes amis. D'accord. يبقى كده عندنا verb se balader خلصت. ونشوف صابرين من الفيوم. دي اخر حاجه عندي، كان سبور وسينما. هو احنا قلنا je me balade avec mes amis. تمام. وبعدين عايزين نستخدم ايه تاني؟ عايزين نستخدم كلمه سبور. سبور ما لهاش الا حل واحد، فار دو سبور، اللي هو ايه؟ اون في. يعني ممكن يستخدم مع اون في. ماشي. اون في داكور دو سبور. مثلا ممكن شاك يقول شاك فاندردي، شاك ماتان. برافو عليك. نقول شاك، شاك ماتان، كل يوم الصبح. طبعا ده بيبقى في الفيل اكتر. يبقى احنا كده استخدمنا كلمه سبور، واحنا بنعمل يا جماعه جمل بسيطه جدا جدا. تمام. يعني دي فراز فيزابل، جمل تتعمل، مش جمل نقعد نفكر فيها وقت. مفيش الكلام ده، احنا بنعمل جمل بسيطه جدا. اون في دو سبور شاك ماتان. ممكن لو سوار بقى نوزيمون عليه وسينما. برافو عليك. اخر جمله لو سوار في المساء، ما فاضل لنا كلمة واحدة اللي هي ايه؟ السينما. اقول ايه؟ سينما. اون فا. خلاص اون فا. وبعدين او سينما ممكن تعملها ايه؟ مفرد، وممكن تعملها بلوريال. يبقى او سينما ليه؟ السينمات لسه مش ضروري، حتى هو يعني مش عايزه. لو بنقفلها بقى في الاخر اون ساميوز بيان. تمام. بس برضو هنكتب الجملة الاخيرة، بس ناخد فاصل قصير ونعود. طيب. ورجعنا لكم تاني عشان نكمل الموضوع اللي كنا بنكتبه قبل الفاصل، وكان فاضل لنا فيه كلمة واحدة جملة النهاية، اللي هي النهاية، اللي هي الجملة الاخيرة. ونبص كده مع بعض على الشاشة على الداتا. انا هنا علمت على الجمله الاولى اللي هي معموله، اللي هي جو بريفير لا فيل باسكو كده، الجمله الاولانيه اللي احنا عملناها. وبعدين كده بدات اعد الكلمات اللي انا عملتها. ادي فيرب ايمي جمله، وادي فيرب كونيتر جمله. ايوه. فيرب سو بالادي لما تصرف مع جو بقى جو مبالاد، ادي كده ثلاثه تخوا. وكده سبور ادي كده كاتر. وكلمه سينما اللي هي ايه؟ اللي هي السانك، اللي هي خامس كلمه عندنا. طبعا اوعوا ترقموا في الامتحان ده، انا بس بعمل كده عشان تعرف احنا عدينا عملنا كام كلمه. وفي بس ملحوظه صغيره، هي السينما جايه لك في الكونسيني سانجليه مفرد، فبالتالي ما ينفعش ان احنا نحطها جمع زي ما قلنا. فعشان كده انا لغيت الاس والاكس بتاعت ايه؟ بتاعت البلوريال، بتاعت السينما. يبقى احنا هنستخدمها سانجليه مش بلوريال، لانها جايه في السؤال سانجليه مش بلوريال. نختم بقى بجمله ونقول اون ساميوز بيان. On s'amuse bien. D'accord. On s'amuse bien. يبقى انا كده عندي ست فراز في جملة الافتتاحية، وأجي جملة ايه؟ النهاية. اوكي. On s'amuse bien. On s'amuse bien. طبعا الفيرب s'amuser، انت اعرف ان الجملة دي معناها ان احنا بنستمتع بوقتنا، بنلهو، بنلعب. طبعا قوي، كلمة بيان هنا معناها قوي جدا يعني. ودي تبقى ختام مناسب للموضوع اللي احنا بدأنا.